السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير. مرحبا بكم معايا اليوم في القناه. اليوم فيديو جديد ووصفه جديده. بالنسبه للناس اللي اول مره كتشوفني، ما تنساوش تابونا وتضغطوا على زر الجرس باش يوصلكم كاع الجديد ديالي، وشكرا لكم. بالنسبه للوصفه ديال اليوم هي عباره على لي بات بلا صوص الصلصه البيضاء. ندوزو نعطيكم المقادير والطريقه كيفاش غادي نحضروها. كنحتاجو لي بات، اي نوع عندكم، يا سباغيتي يا مكرونيه، يعني اي نوع انتم لكم الاختيار، اي نوع بغيتو. كنحتاجو البصله مشلضه كيف ما كتشوفوا معايا في الفيديو. كنحتاجو الصدر ديال الدجاج مقطع قطع صغيره او صدر الديك الرومي. كنحتاجو الملحه والابزار. كنحتاجو بيريسيما اللي هو الحليب المركز الغير المحلى كيف ما كتشوفوا معايا في الفيديو. كنحتاجو الفرماج احمر محكوك. كنحتاجو الزويته بلديه وزيت النباتيه. ندوز ونعطيكم الطريقه كيفاش غادي نحضروا هاد الوصفه هادي، بقاو معايا. كيف ما كتشوفوا معايا البنات، كناخدو واحد طنجره ولا كوكوط، كنديروا فيها الماء وكنديروا فيها الملحه والزيت، وكنخليو الماء حتى كيغلى، عاد كنضيفو ليه لي بات. راه اي واحد راه كيعرف يسلق لي بات. ندوزو نعطيكم الحشوه اللي غادي نصايبوها. غادي ناخدو واحد المقله وغنديروا فيها الزيت، زيت الزيتون والزيت النباتي، وغنديروا فيها ديك البصله كيف ما غادي تشوفوا معايا في الفيديو، حتى كتهبط يعني كتقلى مزيان، ما كيبقاش اللون ديالها فحال هكا، كيولي واحد اللون شفاف. ومن بعد كنضيفوا عليها ديك شويه ديال الصدر ديال الدجاج، وكنضيفوا الملح والابزار، وكنخليهم كيتقلاو مزيان حتى كيوليو على هذا الشكل كما غادي تشوفوا معايا في الفيديو. ومن بعد نرجع ونقول لكم كيفاش غادي نصايبوهم. كما كتشوفوا معايا البنات، كيولي على هذا الشكل ديك البصله وديك الدجاج، قطعات ديال الدجاج كيتحمروا مزيان. كناخذوا ديك بيريسيما الحليب المركز الغير محلى، كنضيفوه عليها كيف ما غتشوفوا معايا في الفيديو، وكنخليوه حتى كيغلى. كنزيدوا معاه شويه ديال الفرماج الا بغينا، ما بغيتوش كتكتفيو غير بالحليب المركز الغير محلى، وكتخليوه حتى كيغلى مزيان كيف ما غادي تشوفوا معايا في الفيديو. وها هي الصلصه ديالنا كتكون واجده. كنضيفوها على لي بات وكنحركو مزيان، ومن بعد كتقدم. نتمنى تعجبكم الوصفه ديال اليوم. Na na na.
كتشوفوا البنات هنايا هي بدات كتغلي، صافي غنطفيو عليها. غناخدو لي بات ديالنا وغنضيفوه عليها وغادي نحركو وغنقدموها. نتمنى تعجبكم الوصفه ديال اليوم، راها كيحماقوا عليها الوليدات، انا بدا وليداتي كيموتوا عليها. نتمنى تعجبكم الوصفه ديال اليوم، بصحتكم بالصحه والراحه، وما تنساوش دعموني بلي لايك ديالكم، وشكرا لكم بزاف.